أوف دقيقة حداد على كل الضحايا، على كل قطرة دم سالت خلال الفترة اللي فاتت. فنقف دقيقة من فضلكم. تفضلوا يا فندم. قبل ما أبدأ كلامي معاكم جميعا، باسمي وباسم الجيش المصري وباسم كل مصري، بتقدم بالتعزية لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الشهور الماضية وحتى الآن. لكل أم فقدت، لكل أب فقد، لكل مصاب، لكل نقطة دم سالت من المصريين. وبدعو الله سبحانه وتعالى إن هذا الأمر يتوقف. هذا الأمر يتوقف. السيد قائد طابور العرض، من فضلك اعمل جنبا سلاح. تمام يا فندم. قوات العرض العسكري جنبا سلاح. شكرا. أنا هتكلم معاكم كلام دقيق جدا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها. أنا كلامي النهاردة بوجهه مش بس لطلبة الكلية ولا حتى للقوات المسلحة، أنا بوجهه لكل المصريين. أنا لما بقول إن الجيش المصري جيش وطني شريف صلب، أنا بعني كل كلمة وكل حرف أنا بتكلم بيه. خليني اتكلم معاكم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه. احنا لما اتعاملنا خلال فتره السنه بعد تسليم السلطه في 30/6 الى قياده مدنيه منتخبه، اتعاملنا بكل الاخلاص والامانه والشرف. ما غدرناش، ما تامرناش، ما خناش، ده احنا حتى كمان كنا امناء جدا في اعطاء النصيحه المخلصه والامينه. وانا هتكلم معاكم في تفاصيل مش كتير قوي، لكن تدلل قوي على ان الجيش ده جيش عظيم جدا ورجاله ناس شرفاء ومخلصين، ما يعرفوش لا الشائعات ولا الكذب ولا الافتراءات. لان انا هعمل ده مع مين؟ هعمل ده مع اهل المصريين. هم اهل المصريين خصوم ليا ولا ايه؟ هو الاسد بياكل ولاده ولا ايه؟ الجيش المصري جيش محترم، جيش أسد بجد، والأسد ما ياكلش ولاده. خلي بالكم، الأسد ما ياكلش ولاده. أنا عايز أقول لكم، اسمعوني من فضلكم، اسمعوني من فضلكم، اسمعوني من فضلكم. احنا قدمنا للرئيس السابق 3 مرات 3 تقديرات استراتيجية بالموقف وتطوراته وتوصياتنا اللي المطلوب تتعمل عشان يتجاوز الأزمات اللي هيقابلها
الكلام ده موثق، كنا بنعمله عشان خاطر بلدنا مش عشان خاطر حد. انا عايز اقول لكم انا كنت بقعد مع كل القوى السياسية والدينية منذ احداث 25 او 28 يناير، كنت بقعد مع كل الناس بحكم الوظيفة، وكنت بتكلم معاهم، وكنت بقول للتيار الديني خلي بالك، خلي بالك من فكرة الدولة وفكرة الوطن، دي امر غاية في الاهمية، ولازم تكون واخد بالك انك انت قيادة الدولة امر في منتهى الحساسية، ومحتاج من اللي جاي يتولى هذا الامر يكون مخلي باله ويكون رئيس لكل المصريين. ولما سئلت من احد الشيوخ الافاضل هل تنصح ان احنا نرشح رئيس، قلت لا ترشحوا رئيس بمنتهى الوضوح كده. الكلام ده كان انا بقول اسمه، انا ما كنتش عايز اتكلم باسماء عن حد، لكن الامر اللي احنا فيه محتاج مننا كلنا ننتبه قوي للي احنا رايحين له، نخلي بالنا قوي من اللي بيتدبر لنا. الشيخ الحويني وهو شيخ فاضل احترمه واقدره سألني هذا السؤال امام كل القيادات اللي كانت موجودة معاه من التيار السلفي، وسألني قال لي بعد ما قعدنا مع بعض، اثق في رأيك، هل ترى ان احنا نتقدم بمرشح للرئاسة؟ فقلت له الرأي لا، انتم محتاجين جهد ومحتاجين معرفة ومحتاجين تأهيل، والفترة اللي جاية فترة دقيقة، فأنصح بلا، وشكرني وغادر. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان محدش يتصور ابدا ان احنا ما عملناش بالنصيحة المخلصة الامينة لكل من سألنا ولم يسألنا. قلنا الكلام، وكنا بنقول المرحلة اللي موجودة دي توصيفها اهو، توصياتنا اهي، عدم تنفيذها هيوصلنا لكذا. هذا الامر اتعمل مرة واثنين وثلاثة، وتوقفت في نهاية مارس، توقفت عن اعطاء اي كلام في نهاية مارس في هذا المجال. وكنت بقول خلي بالكم اذا لم ننتبه جميعا التيار الديني هيعتبر ان التطورات اللي بتتم داخل مصر ورفض المصريين لذلك شكل من اشكال الممانعة ضد الدين، وبالتالي ستتحول الدولة المصرية الى مجابهة بين تيار يتصور انه يكافح ويجاهد في سبيل الله ضد من يجابه الدين من وجهة نظره، وبد تيار اخر يرى ان هو من حقه ان هو تتحكم البلد بالشكل اللي هو يتمناه. ده اللي احنا حذرنا منه ونبهنا عليه من 5 شهور بالظبط، وقلنا ان ده سيحدث خلال المرحلة القادمة لو لم ننتبه. انا عايز اقول لحضراتكم جميعا ولكل من بيسمعني، من فضلكم ارجعوا لكل كلمة انا قلتها على مدار السنة او الفترة اللي انا توليت فيها هذه الوظيفة. انا قلت كلام، الكلام كله كان بيوصل لبعضه، كلام بيوصل لبعضه في نوفمبر، يعني بعد 4-5 شهور من تولي الرئيس السابق الحكم، كان حجم الاختلاف عميق جدا، وكان لابد من احنا نتجاوز دي لانها كانت هتؤدي الى مزيد من الانقسام اللي احنا تحسبنا منه.
عرضت الأمر على الرئيس قبل ما أعلن المبادرة. أثنى، خلي بالكم من الكلام، أثنى جدا على الدعوة، قلت له ندعو الناس إلى دار الدفاع الجوي، أنا مش هكون طرف في الموضوع، ولكن عشان ندي فرصة للقاء ونبتدي العملية السياسية ممكن تستمر والخلاف يتم احتوائه. بعد ما وجهت الدعوة تاني يوم الساعة 12 الظهر بكلم الرئيس السابق عشان ترتيبات اللقاء، قال لي من فضلك إلغي هذه الدعوة. الكلام ده أنا قلته قبل كده، قلت له حاضر، وقلت إن إحنا لم يعني أنا في هذا الموضع لم أوجه إحراجا للمؤسسة، مؤسسة الرئاسة، وقلت إن بعض القوى لم تشارك فأنا لغيت، أجلت الدعوة وانتهى الموضوع على كده. ثم بعد كده في الكلية الحربية قلت إن الأمن القومي المصري يتعرض للخطر في حالة عدم وجود أو استمرار الخلافات بين القوى السياسية في الدولة، ولا بد من مجابهة ده لأن ده سيؤدي إلى عواقب وخيمة للأمن القومي المصري. وأنا بقول ساعتها برضو كتير من الناس توقفت وقالت ليه الفريق السيسي بيقول كده، هي إيه المخاطر اللي هو شايفها عشان يوجه ويحذر ويخوفنا كلنا. واستمرت الممارسات بالشكل ده. انا عايز اقول لكم وبقول للطلبة اللي قدامي دول بقى، اوعوا تفتكروا ان انا خدعت الرئيس السابق. انا كنت بقول له ان انا الجيش المصري جيش كل المصريين، والجيش المصري على مسافة واحدة من كل الفصائل، والجيش المصري لن يكون الا تحت قيادتك انت بحكم الشرعية اللي الشعب ادهالك، ولن يكون تحت قيادة اي حد تاني. انا بتكلم بجد، انا ما خدعتش الرئيس وقلت له انا معاك وزي ما انت عايز، لا، انا الموقف اللي احنا واخدينه موقف صلب نابع من قيم وطنية محترمة ودينية شريفة. كنت بقول قبل ما اقول له الرأي والناس اللي كنت بقعد معاهم بقول لهم خلي بالكم احنا هنقعد واللي انا هتكلم فيه ده انا هأسأل وهتسألون فيه امام الله يوم القيامة. مفيش مرة تكلمت لما كنت بقول الكلمة دي عشان افكر نفسي وافكر الاخرين ان احنا سنحاسب، ومحدش ابدا هيقدر يخدع ربنا، لان ربنا شايفنا كويس قوي من بره ومن جوه. انا عايز اقول البيانات اللي انا كنت بطلعها والله العظيم كنت بوريها للرئيس اقول له البيان ده هيطلع دلوقتي، بيانه اهو قبل ما يطلع. أنا بقول لكم الكلام ده عشان مش عشان المصريين بس يفتخروا بجيشهم وشرفه، لا، عشان ظباطنا وصف ظباطنا وجنودنا. ارفع راسك يا ابني، ارفع راسك قوي، احنا ناس بنخاف ربنا. خلي بالك من 6 شهور قلت له خلي بالك المشروع اللي انتوا جايين عليه ما ينفعش يكمل، اوقف هذا المشروع. اللي ما قدرتوش يعملوا اي حد سابقا على مدى 30 سنة ضدكم انتم عملتوه في 7 شهور،
وحجم الصد وحجم الرفض للدين اللي انتوا بتقدموه اكبر مما تتصورون. الكلام ده انا قلته للرئيس في قعدات عادية جدا، لا خناقة ولا على الهوى، لكن كنت بنقله باخلاص الواقع اللي موجود فيه الشارع المصري والرأي العام، عشان ينتبه، عشان ينتبه، وعشان يقدر يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان. احنا ما خدعناش الرئيس لما قلنا في بيان الناس كلها سمعته ان احنا معانا 7 ايام قبل 30/6 لإيجاد مخرج للأزمة، وكان في 7 ايام، واحنا بنقول له كده وبنقول للمصريين كده. كنا كمان على مستوى اللقاءات كنا بنقول الحلول ايه، ايه الحلول اللي ممكن تتعمل لإيجاد مخرج من الأزمة. ثم 48 ساعة ما كانتش مفاجأة، احنا ما جيناش كانت الدنيا ماشية والناس لقت الدبابات في الشوارع وبنعمل الإجراء اللي احنا عملناه، لا، ده احنا عملنا إعلان في الإعلام، ومع الرئيس كان بيقرأ له البيان قبل ما يتقال في الإعلام. بنقول في 48 ساعة نوجد مخرج، وقلت له إن الكبرياء للسياسي إذا خرج الناس عليه يخلي منصبه، لما الناس ترفضه أو غالبية الناس ترفضه يخلي منصبه أو يجدد الثقة درءا للفتنة من خلال استفتاء يطلع فيه المصريين يقولوا آه ولا لا. كل هذا الكلام عرض بشكل مباشر أو غير مباشر. غير مباشر يعني بعت 3 بقى مش 2، رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشورى السابق، رئيس الوزراء السابق، والدكتور سليم العوة، ان في ممكن يبقى في مخرج، والرئيس لا يعني يخلي زمام المبادرة في ايده ويعلن عن استفتاء باستمراره من عدمه. ده كان اليوم يوم 3. الرد لا. الرد لا. طيب يبقى اللي هيحصل ايه بقى بعد كده؟ يحصل بعد كده ان الملايين اللي نزلت في الشوارع ديت يبقى في احباط وفي يأس ويبقى في تعامل عنيف مع الحالة. يوم التيار يتصور ان واجبت المجابهة يوم المصريين كلهم يضربوا في بعض ويقتتال، اللي احنا قلنا عليه في الكلية الحربية ان الامن القومي المصري معرض للخطر، وممكن ننزلق الى نفق مظلم. الكلام ده اتقال من اكتر من 7 شهور. انا بقول كده للمصريين كلهم لان النهاردة وخلال الاسبوعين اللي فاتوا في كلام كتير بيتقال، في كلام كتير بيتقال، وفي اجراءات كتير بتتعمل، وما زالت القوات المسلحه وما زالت الشرطه المدنيه حريصه جدا على كل المصريين. لكن انا عشان حق المصريين عليا وحق الجيش عليا وعشان انا امام الله اكون اخليت ضميري، انا قلت وبقول وهكرر، هذا الجيش يؤمر فقط، يؤمر فقط بإرادة وأوامر المصريين. عندما المصريين يؤمروا
هو انتوا فاكرين انه خير اجناد الارض، فاكرين انه خير اجناد الارض جايه كده من فراغ ولا ايه؟ انتوا فاكرين ان خير اجناد الارض اللي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جايه من فراغ؟ دي علاقه خاصه جدا بين شعب مصر وشعب مصر وجيشه، لا تنفصم. لكن لما انا اشوف يتقال من شهور في افرولات وزي عسكري موجود في الشارع، وفي سلاح بيتهرب من دول كتير، وبعدين يتقال ان في جزء من الجيش المصري انقسم، يعني المؤامرة ان يتقال خلال الفترة اللي جاية ان في جيش، جزء من الجيش المصري بيهاجم جيشه. خلي بالكم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، الجيش المصري على قلب رجل واحد. الكلام ده خطير جدا. الجيش المصري مش جاي اي جيش تاني، خلي بالكم، ما ينفعش الكلام ده يتعامل معانا، ما ينفعش الكلام ده يتعامل معانا. نقعد نتكلم ونقول شحن على ان ده جهاد في سبيل الله ونخلط الاوراق، ومش عايزين ابدا نقف وننظر الى موضع اقدامنا. الكلام ده لينا كلنا، احنا لازم نقف ونفكر. يعني انت مستعد يتهد البلد يتحكمها؟ معقول كده؟ يا ترى ده دين؟ انت مستعد يتدمر جيشك ييجي معاك؟ ده مش ممكن يكون ابدا، ده امر في امر في غايه الخطوره. انا عايز اقول لكم حاجه، انا بقول الكلام ده للمصريين عشان ننتبه، بقول الكلام ده للجيش عشان ينتبه، بقول الكلام ده للشرطه عشان تنتبه، بقول الكلام ده للقوى السياسيه عشان تنتبه، بقول الكلام ده للأزهر عشان يقوم بدوره، بقول الكلام ده للكنيسة عشان تقوم بدورها. ليه؟ احنا مش هنستنى لما يبقى في مشكلة كبيرة ونقول ليه حصل كده. انا شايف ان في حد عايز يزق البلد ديت، عايز ياخد البلد ديت لنفق خطير. المصريين لما خرجوا بالملايين، الجيش ائتمر بأمرهم ونفذ إرادته. خريطة الطريق اللي طرحناها والإجراءات اللي عملناها من فضلكم، محدش يفتكر أبدا إن ممكن يتم التراجع عنها لحظة. احنا قلنا لكل اللي قلنا، كل اللي قلنا، احنا مستعدين لانتخابات يشرف عليها اهل الارض كلهم، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والفرنكوفونية، اي حد، اهلا وسهلا، لان احنا عايزين انتخابات
يشهد لها العالم أجمع. فإحنا بنقول الكلام ده ليه؟ إذا كان لك الثقل والوزن الحقيقي والرأي معاك، الرأي العام مع حضرتك مع تيارك، هذا الكلام هيترجم في الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة هتبقى حاسمة، هتبقى إن كنت أنت لك هذا المكان هتاخد الأغلبية وتشكل حكومة وتجيب رئيس وتقود دولة. راديو المصريين خلاص، احنا ملناش خيار إلا برضا المصريين. لكن إن حد يتصور إن ممكن بالعنف أو الإرهاب، العنف أو الإرهاب، وخليني أقف قدام العنف والإرهاب دي وأقول لكم حاجة حدثت بالفعل. الخطاب اللي تم في قاعة المؤتمرات قعدت أنا واثنين من القيادات وقلت لهم الموقف جد خطير ولابد من إجراء مصالحة حقيقية مع كل مؤسسات الدولة، لأن فكرة الدولة يمكن تكون مش واضحة. يعني إيه كده؟ يعني مع الكنيسة، يعني مع الأزهر، يعني مع القضاء، يعني مع الشرطة، يعني مع الإعلام، حتى مع الرأي العام المصري. وتم الاتفاق، وتاني يوم قعدت مع الرئيس السابق من 11 لغاية الساعة 1 أقول له مفردات الخطاب اللي ممكن تكون تحقق هذا الأمر، وقال لي هو ده اللي انت هتسمعه النهاردة. ساعتين من 11 لواحدة. طيب جيت قعدت في قاعة المؤتمرات أسمع الخطاب، أنا بقيت حاطط إيدي كده، بصراحة مش ممكن، هو ده الخطاب اللي احنا اتفقنا عليه؟ أنا بقول لكم كده، أنا مش واسع الرئيس السابق، لا، لكن احنا ما كناش غير ناس مخلصين وأمنة وشرفة وبنخاف ربنا. وإذا كان في حد يقدر يتصور إن اللي بيخاف من ربنا حد يقدر يغلبه، يبقى واهم ومش فاهم. اللي بيخاف ربنا ما حدش أبدا يقدر يغلبه، حدش يقدر. خطاب تاني خالص وخناقة مع كل الناس، ادي الخطاب وانتوا سمعتوه كلكم. انا عايز اقول لكم في القعده ديت اللي هي مع اتنين من قياداتهم، في ساعه منهم بيتقال فيها ان احنا لو حصل مشكله كبيره هيبقى في عنف كبير، لان في جماعات مسلحه وفي جماعات كذا وكذا وكذا. ساعه على اساس ان انا ايه، أخاف بقى. لا يا جماعة، ده ما ينفعش بلد تقاد كده، ما ينفعش مصر تقاد كده. وقلت لهم هذا الأمر هيخرب الدنيا اللي انتوا بتفكروا فيه ده. لو انتوا فكرتوا كده اللي انا بحذركم منه من 5 شهور، ده أمر خطير جدا ان انتوا تفكروا ان كنتوا تتعاملوا بالعنف مع الشعب المصري او مع اي حد تاني. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ انا قلت في الخطاب السابق ان احنا في مفترق طرق، وانا عندي كلمتي في ده، وبقول لكل المصريين. لما كنت بقول الرئيس المصريين اللي بينزلوا بالملايين يقول لي لا دول مئات كم الف كده، قلت له طب انا الصور اهي بتاعه القوات الجويه اللي احنا مصورين بيها الملايين اللي نزلت، شوفها ملايين كتيره جدا، ازاي نقدر احنا نخفل كده اراده الناس؟
إرادة الناس. وعايز أقول لكم وأفكركم إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق أثناء قيادته كان حلمه بيقول إن أنا سأخلي بين إرادة المصريين واختياراتهم، يعني هعمل انتخابات نزيهة وشريفة عشان أخلي المصريين اللي خرجوا يوم 28 يناير واستلموا إرادتهم تبقى إرادتهم دايما معاهم، مش هبقى واصي أبدا على هذه الإرادة. الشرعية لما بتيجي بتيجي من الشعب صحيح، وبتيجي بالصندوق كوسيلة كآلية، لكن لو في آليات أخرى تحل المسألة غير إن الشعب يخرج بالملايين زي الدول المتقدمة كده كانت الأمر بقى يسير. الشرعية ديت بيمنحها الشعب بالصندوق يقدر يراجعها، يقدر كمان يرفضها، ولما يرفضها لازم نحترم ده، لازم نحترم ده. أرجع تاني وأقول إن إحنا في مفترق طرق، وبقول المصريين إحنا كنا تحت حسن ظنكم وكل اللي أمرتوا بيه عملناه، لكن بصراحة بصراحة أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب. يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. بقول ينزلهم عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. انا عمري ما طلبت منكم حاجه ومليش ان انا اطلب منكم حاجه، لكن انا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما ورتوهم في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم اراده ولكم قرار. أنا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلهم عشان تفكروا الدنيا كلها بأن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا. إن لو لجأ للعنف أو لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. من فضلكم يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة، وأظهروا تماما حجمكم وصلابتكم في مواجهة اللي بيحدث. ده مش معناه، ده مش معناه إن أنا عايز يبقى في عنف ويبقى في إرهاب أبدا، لأن في دعوة للمصالحة الوطنية والانتقال والعدالة الانتقالية طرحت، والنهاردة هيبقى في لقاء في الرئاسة بكل القوى السياسية والدينية في الدولة عشان يبقى كل المصريين
يوجدوا صيغة حقيقية، صيغة حقيقية للتفاهم فيما بينهم. احنا بنعرف نتفاهم، لكن عايزين نعرف نختلف. نختلف ازاي؟ ولما نختلف نعمل ايه؟ نختلف ازاي ولما نختلف نعمل ايه؟ يوم الجمعة معادنا مع كل المصريين، والجيش والشرطة يأمنوا بجد هذه التظاهرات خلال تنفيذها، مش بس في القاهرة واسكندرية، في كل المحافظات. أنا عايز في نهاية كلمتي هنا لكل أبنائي وزملائي الضباط والصف والجنود أقول لهم خلي بالكم، أنتم خير أجناد الأرض. شرفاء جدا، وتحملتم الكثير جدا، لكن ده عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر وطن وخاطر شعب، خاطر وطن وخاطر شعب. ولازم تكونوا متأكدين كلكم الكلمة اللي بقولها، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. التحية والتقدير لكل ضباط وصف وجنود الجيش، التحية والتقدير لكل ضباط وصف وجنود الشرطة المدنية على الدور اللي بيتم خلال هذه المرحلة. احنا كنا بنقول الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة، قلتها في نادي الجلاء، وكان موجود ضباط الشرطة، وكان موجود وزير الداخلية السابق اللي هو احمد جمال. كنا بنقول الجيش والشرطة والشعب، كل شعب. احنا ما عندناش حساسية او عداء مع احد، كل المصريين دول اخواتنا واشقائنا، بس هم كمان لازم يتعاملوا معانا على ان احنا اخواتهم واشقائهم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غطفان سلاح.